واو، دي عجلة الحظ يا سيمبا، ده حظنا حلو قوي النهاردة، شكلنا هنتسلى. الله يا بابا، يلا نلعب سوا، يلا نلفها بقى ونشوف كل واحد هيطلع له ايه. ماشي ماشي، يلا بينا. هبدأ أنا الأول. واو، طلعت لك بيتزا هالك يا بابا. طب كويس يا سيمبا يا ابني، والله انا كنت جعان. يلا بقى انا هاكلها. هم 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 هم. ايه ده ايه ده، انا بتهز كده ليه؟ هو انا هتحول ولا ايه؟ ايه ده، انا بقيت بطل خارق. يا سلام، دلوقتي بقى هروح اساعد حيوانات الغابه واجي اكمل معاك لعب يا سيمبا. يا سلام، يا ريت يطلع لي حاجة كده زي بابا تحولني بطل خارق. أنا هدوري بقى، هجرب العجلة السحرية. فو فو فو. واو، خلاط إيرون، يا سلام، ده زمان العصير اللي فيه طعمه حلو قوي. اما اشرب بقى علشان انا عطشان. حلو قوي، اما اروح بقى علشان اساعد حيوانات الغابة زي بابا. الحقوني الحقوني، انا وقعت ورجلي اتكسرت والعربيات جاية، انا خايف العربيات تدخل فيا، حد يجي يلحقني بسرعة. ما تخافش يا كلبوب، انا جيت لك اهو علشان انقذك. قوم يلا انا هشيلك. بسرعة يا أسد سيمبا، أنا رجلي وجعاني خالص، بسرعة. إيه ده إيه ده، البوتاجاز بتاعي بيولع والمطبخ بيولع، الحقوني الحقوني، حد يلحقني، حد يطفي الحريقة ديت، حد يلحقني. ماما حبيبتي، أنا جيت لك أهو علشان أنقذك وأطفي الحريقة، ما تقلقيش أنا هطفيها بسرعة. بسرعة بسرعة يا سيمبا يا حبيبي، الأكل هيتحرق على البوتاجاز، بسرعة. حاضر يا ماما. خلاص كده يا ماما، أنا طفيت الحريقة. شكرا يا سيمبا يا حبيبي، أنت تحولت إيرون مان كده إزاي؟ أنا وبابا كنا بنلعب في عجلة الحظ يا ماما. عجلة الحظ؟ إيه عجلة الحظ دي؟ تعالي يا ماما وانا اوريها لك، وكمان تلعبي معايا. يلا لفيها كده يا ماما وشوف هيطلع لك ايه. بس كده يا سيمبا؟ طيب يلا. فو فو فو. واو يا سلام، طلع لي ايس كريم. يا سلام، ده كان الجو حر قوي وانا كنت محتاجه الايس كريم ده. ماكله بقى. هم 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 هم. انا ايه اللي بيحصل لي ده، ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا سلام، انا اتحولت وبقيت سوبر. يا سلام، انا هروح بقى يا سيمبا علشان اساعد حيوانات الغابه، وبعد كده هرجع عشان العب معاك تاني. اما اجرب بقى انا حظي علشان اشوف هيطلع لي ايه. واو، مشت سبايدر مان، يا سلام، انا كان شعري منكوش اصلا وكنت عايزه اسرحه من زمان. يلا بقى اما اظبط شعري. ايه اللي بيحصل لي ده، انا هتحول ولا ايه تاني؟ واو، انا بقيت سبايدر مان. يا سلام بقى، انا هروح بقى علشان اساعد حيوانات الغابة. ايه اللي انا شايفه ده، دي لعبة دي ولا ايه؟ اما لفها كده. ايه ده يا سلام، تليفون، والله كان نفسي في تليفون، اما اخده بقى واتصل على ماما. ايه اللي بيحصل لي ده، التليفون ده ماله، اول ما مسكته انا بتهز كده ليه؟ انا مالي انا مالي. ايه ده، انا اتحولت سبايدر مان، يا حلاوة، ايه الحلاوة اللي انا فيها دي؟ ايه ده، التليفون بيرن، هو مين اللي عارف رقمي من دلوقتي؟ الو الو، الحقني يا اخويا يلا على التليفون، الحقني بسرعة، بيتي بيولع، تعالى طفيهولي، الحقوني.
يا خبر ابيض، انا كده في مهمه رسميه. الفيل فلافيله جاي يطفي الحريقه. خلاص انا تعبت، انا دلوقتي هلف العجله السحريه دي، يمكن ارجع تاني اسد زي ما كنت. ايه ده، انا طلع لي مروحه. يا سلام، ده انا كنت حران قوي، ما شغالها بقى تجيب لي هوا. فو فو فو. ايه ده، المروحه دي هواها عامل كده ليه؟ دي هتطيرني. ايه ده، انا اتحولت تاني مستر امريكان. يا سلام، انا هروح بقى اساعد حيوانات الغابه. الحقوني الحقوني، البركان البركان هينفجر عند بيتي، حد يجي يطفيه. ما تقلقيش يا نعامة، انا جيت خلاص وهطفي البركان. انا مالي زلمتي مية، هرش كل المية على البركان وهطفيه. خلاص يا ستي، ادي البركان اتطفى، ما تخافيش. انا متشكرة خالص يا فلافيلو، انت شجاع قوي. شكرا شكرا، الفيل فلافيلو دايما في الخدمة. مع السلامة يا نعامة. ما تجيب يا ارنوب البسكوت ده. اتفضل يا بوبي، خد لك واحدة. لا لا، واحدة ايه، انا هاخده كله. لا لا، خد هنا يا بابا يا شرير، هات البسكوت بتاعي. الحقوني. ملك يا ارانيبو، بتعيط ليه؟ بوبي الشرير خد البسكوت بتاعي كله وجري. طيب انا هروح اجيبهولك حالا. يا سلام يا سلام على البسكوت اللذيذ. الأرنب كان عايز ياكله كله ويضحك عليا ويديني واحدة بس، أنا بقى هاكله. هم هم هم. استنى عندك يا بوبي يا شرير، ما تاكلش البسكوت بتاع الأرنوب، هاته بقى. ايه ده، انت مين يا عم البطل الخارق؟ اسيب لي البسكوت ده، أنا جعان قوي والله. انت لو ما جبتش البسكوت انا هديك علقة دلوقتي. لا لا لا، خده خلاص، بس انا اكلت منه واحدة. ماشي يا طفل. اتفضل يا ارانيبو، البسكوت بتاعك اهو. معلش بقى، هو كل منه واحدة بس انا اديته علقة، اتعلم فيها الادب، ما عادش هيعمل كده تاني. انا متشكر جدا يا سيمبا، شكرا شكرا، اتفضل كل معايا بسكوت. شكرا شكرا، مع السلامة يا أرنوب.